ثلاثة أيام من التحدي والمنافسة بين فرق محلية وعربية ضمن بطولة سيرياتيل للرياضة الشاطئية بنسختها الأولى في منتجع أفاميا السياحي باللاذقية، لتختتم فعالياتها بحفل تكريم للفرق الفائزة. شارك المملكة الأردنية الهاشمية بمنتخب الرجال، كانت مشاركة قيمة جدا. الأشقاء العرب في الجمهورية العربية السورية طبعا كنا سعيدين، تنظيم رائع جدا وأكثر من رائع، احتكاك وخبرات بين اللاعبين واللاعبات. نتمنى في المرات القادمة تكون قاعدة المشاركة أوسع، لا يحتك كل لاعبين واللاعبات في بعض وتكون الفائدة أكبر. التنظيم من أول نهار لآخره بوجه احترافية بالتنظيم، حتى هلأ حفلة التتويج كمان حسيتها كتير مهمة. البطولة كانت حلوة والمشاركة كانت حلوة، أكيد كنت بتمنى أن يكون في أكثر بلاد مشاركة فيها، بس بعتقد من بعد التنظيم يلي صار هالسنة السنة الجاية إن شاء الله تكون أحسن بعد. فقرات رياضية وفنية وتوزيع للجوائز. حصلت على المركز الأول ببطولة سيرياتيل للألعاب الشاطئية على فئة الإناث، والمركز الثالث على الترتيب العام مع الشباب. الحمد لله ما فيني أقول غير أني كتير مبسوطة، لأنه كتير حلو أنه بعد كل هالتعب نحصد نتيجته بميدالية ورقم ومركز حلو. وأيضا نحن كتير بنتمنى أنه دائما شركة سيرياتيل بالتعاون مع وزارة السياحة دائما تعملنا مهرجانات، نحيي سوريا ويجوا العالم يشاركوا عنا، ما في أحلى من هالفرحة. حابب أتشكر كتير سيرياتيل على هالدعم هذا، وحابب أتشكر طبعا أستاذ فراس وأستاذ همام معلا يلي هن كانوا أكثر من أنه يكونوا رئيس اتحاد الأسباحة ورئيس اتحاد العام، هن كانوا بالعكس كانوا مثل آباء وداعمين لنا، فالشيء هو اللي خلانا نحن نستمر ونتواصل بهذه اللعبة، خاصة الأسباحة اللي هي فينا مثل ما نقول أصعب رياضة هي طبعا. بطولة سيرياتيل للرياضة الشاطئية نافذة جديدة لتطوير المهارات وتبادل الخبرات وحالة إيجابية لتشجيع الرياضة الشاطئية.